في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، لا سيما الاتجار غير الشرعي بالمعادن النفيسة. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتقرد خلال هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تعمل على التنقيب والحيازة لمادة الذهب بطريقة غير قانونية. العملية جاءت على إثر الانتشار المحكم لعناصرنا بعد غلق جميع المحاور والطرقات المنتهجة لمرور مختلف الشبكات الإجرامية، حيث مكنت فتنة ويقظة عناصرنا بعد عملية تفتيش الدقيق لأحد المركبات السياحية القادمة من أقصى الولايات الجنوبية باتجاه أحد الولايات الشمالية من حجز 4.759 كيلوغرام من مادة الذهب من مختلف الأشكال والأحجام، إضافة إلى مبلغ مالي معتبر قيمته 300,000 دينار جزائري وتوقيف شخصين وحجز المركبة المستعملة في الجريمة، ليتم على إثرها مباشرة التحقيق في القضية وإنجاز ملف قضائي ضد المتورطين وإحالتهم أمام نيابة محكمة تقرد.